فوز الزمالك بالكونفدراليه الافريقيه حقق شويه ارقام للتاريخ، صلوا بينا على النبي ويلا بينا على ارقام نادي الزمالك. فوز الزمالك بالكونفدراليه على حساب نهضه بركان بيتكرر للمره الثانيه في التاريخ بعد ما توج نادي الزمالك بالكونفدراليه في 2019 على حساب نفس المنافس بضربات الترجيح. البرتغالي جوزيه جوميز بيحقق اول القابه مع نادي الزمالك بعد ما لعب معاهم 16 مباراه، حقق 9 انتصارات واربع هزايم وثلاث تعادلات، ويعتبر كاس الكونفدراليه الافريقيه ثاني القاب البرتغالي جوزيه جوميز في مشواره التدريبي بعد تتويجه بكاس السوبر السعودي مع الاهلي السعودي موسم 2016-2017. كاس الكونفدرالية أول لقب لقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، لأنه ما كانش على قوة نادي الزمالك في نسخة 2019، إنما لأحمد مصطفى زيزو يعتبر كاس الكونفدرالية تامن ألقابه مع نادي الزمالك، بعد ما فاز مع الزمالك ببطولتين دوري 2021 و2022 ونسختين كاس مصر 2019 و2021، كاس السوبر المصري نسخة 2020، وكاس الكونفدرالية نسخة 2019، وكاس السوبر الأفريقي نسخة 2020، غير إنه فاز بلقب هداف الدوري مع الزمالك نسخة 2021-2022 ب19 هدف، وبعد فوز الزمالك بكاس الكونفدرالية بيتأهل للمرة السادسة في تاريخه للسوبر الأفريقي، غير إنه فوز نادي الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية وبطولة قارية جديدة بيوصل للقب الـ14 في البطولات القارية، وبكده بيعادل العملاق الإنجليزي ليفربول والعملاق الألماني بايرن ميونخ اللي عندهم 14 لقب قاري. ألف مبروك طبعا لكل جمهور نادي الزمالك. لو عجبكم الموضوع ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو. سلام.